والله لم يأمر بشر ولكن سمح به. ليه؟ لأن في سنة الله أن تكون هناك حرية، في سنة الله أن يكون لنا هامش حرية، وبالتالي مش معقول حنكون أحرار إلا إذا سمح لنا بالخطأ والصواب. يبقى لنا مسموح لنا بالخطأ والصواب، وإلا لم إذا لم يسمح بالخطأ فمنين حنبقى أحرار؟ حنبقى في النهاية مقهورين على خط واحد ونبقى كلنا نسخة واحدة. لكن ربنا أراد إن احنا نكون أحرار، وإدى لكل واحد هامش حرية، وبحكم هذا الهامش من الحرية أصبح كل واحد فينا مسموح له إنه يصيب ويخطئ، ومن الخطأ جاء الشر. الله سبحانه وتعالى إيه حكمة الحرية كمان؟ حكمة الحرية هي إظهار ما في النفوس وكشف الضمائر وإخراج المكنون والمكتوم. بقى كل واحد فينا تحت رجليه حفرة هي حريته، وهو مستدرج من خلال حريته ليعبر عن حقيقته ويكشف مكنونه عشان يظهر على حقيقته. ليه؟ لأن الإنسان زي ما قلنا دجال، دجال كبير مزور. شفنا في حلقة التدخين إزاي إن هو يمارس التدخين والمخدرات والخمور، وبعدين يعمل لها فلسفة. إزاي إن هو يدعي الحنان ومش عارف إيه، وقطة والقطط والكلاب يعمل لها مستشفيات، والناس أصحاب الملايين يعملوا أوقاف على مش عارف الرأفة بالحيوان، ومش عارف قطة رجلها اتكسرت صاحبة القطة تقعد تعيط. وبعدين نفس هذا الإنسان في لحظة شفناه بيقتل الملايين بقنبلة ذرية في لحظة ويشرد شعوب. يعني إذن مسألة سلوكية الإنسان ما تاخدهاش بالكلام اللي بيقوله أو المظهر اللي بيظهر بيه، ده ممكن يا سلام والدموع والحنان والرقة، وإذا بيه في لحظة ربنا يكشف حقيقته فيطلع سفاح جبار. إزاي ربنا كشف حقيقة هذا الإنسان؟ عن طريق اللي قلنا عليه بالحرية، إنه أداله هامش الحرية وأداله الأمان وأداله الدنيا وقال له اتصرف زي ما أنت عاوز. فالحرية هي أشبه بالحفرة اللي تحت رجلينا، بنستدرج مستدرج لإظهار مكنوننا، ونيجي في لحظة رغم ما بعد ما عملنا دعاية هائلة على الحنان والرأفة والمش عارف إيه والفلسفة والحكمة، إذا بي كل ده ينكشف فنلاقي تحت الرداء جبار سفاح قاتل ظالم. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الوكيل. عارفين يعني إيه الوكيل؟ يعني إحنا بنحط البذرة في الأرض، لكن مين اللي بيهيئ أسباب النماء ومين اللي حقيقة بينمي البذرة؟ الله سبحانه وتعالى. إحنا بنعمل كده في وإحنا راكبين عربية ندور المفتاح الكونتاكت، ده كل دور الإنسان، إنما كون العربية مشيت ده بناء على قوانين احتراق الغازات وإلى آخره، ودي قوانين ربنا سبحانه وتعالى. فأكن ربنا دوره مجرد محولجي، إنما اللي بيقوم بالعمل القيوم الحقيقي على كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فهنا معنى الوكيل إن ربنا هو القائم بالأعمال الفعلي المنفذ للأعمال. ربنا بيقول لك إنوي ونفذ، إنوي وأنا أنفذ. فأنا بأزرع شجرة وبحط البذرة وبعد كده بسيب وامشي أروح أروح أنام. ربنا هو قائم على جميع الأعمال، هو اللي بيقيم الشجرة الصنوبرة ضخمة تعيش 4000 سنة. فواحد بيزرع شجرة، واحد بدل ما يزرع بيقلع، واحد بدل ما يبني بيهدم، واحد بدل ما ينمي الحياة بيقتل. فبرضو ربنا وكيله. انت نيتك ايه؟ عاوز تقتل؟ يقدم له وسائل القتل. السموم ربنا هو اللي خلق السموم، السيوف والخناجر اللي من الحديد ربنا ما خلق الحديد في الارض، الغازات السامة عناصرها في الأرض. فإذن ربنا سبحانه وتعالى يمد الكل، من يشاء الضرر يمد بأسباب الضرر، ومن يشاء النفع يمد بأسباب النفع. وهنا معنى الوكيل،
انت تنوي وانا انفذ، وبعد كده لنا حساب هنتقابل، لنا حساب هنتقابل. فده